بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى دهر الدور كلها امين. بخريستوس افتنف. بنعمه الله ناخد النهارده المحاضره الخامسه، وزي ما قلت لكم الكورس المره دي مش قادر احدد هيبقى كم محاضره، فهو مفتوح لغايه ما نقف في محطه معينه ممكن يعني بيها نبقى يعني قطعنا شوط ونقدر نوفي بيه بما وعدناكم من قبل في نهايه الكورس ده بصفه خاصه. هو التقل لسه جاي ورا، احنا دي كلها يعني ايه مقدمات. وزي ما انتوا شايفين ومتعودين بنمشي في الموضوع تاريخيا ولاهوتيا، او بالتعبير الادق تاريخ الفكر ماشي متطور ازاي. في المحاضرات اللي فاتت عرفنا ان بعد خلق دنيا كان بقى في محاولات للاتحاد، وكان حصل اتحاد قوي بالفعل. امتى؟ لا، بعد خلق دنيا، اللي هو مجمع افسس، اللي هو البابا تيموساوس، ابونا سمى افسس ثلاثة خلاص يعني. انا قلت البعض بيسميه كده ده، لكن هو كان طبعا منشور باسيليسكوس، وده طبعا كان وحد المسيحيين في كل العالم فيما عدا كرسي روم. بعد باسيليسكوس طبعا جه الامبراطور زينون، مفيش شك كان في خلافات سياسية معهم، فالخلافات السياسية كانت ألقت بظلالها على تصرفات زينون في البداية، باعتبار باسيليسكوس عمل ايه كل حاجة تتلغي. فبالفعل كان عمل حاجات كويسة فلغاها، لكن تنبه وبدأت الأمور تتكشف له، فبدأ ياخد خطوات إيجابية وأصبح يفكر فيما هو لصالح الكنيسة أيضا، مش مجرد لصالح وضعه السياسي. فطبعا بمشورة أكاكيوس ولا سيما بعد المراسلات اللي خدنا فيها شوط كبير المرة اللي فاتت، المراسلات الجميلة اللي كان بين أكاكيوس والبابا تيموساوس، ولما طلب منه انه يبعت ناس وفد كده فيهم قديسين واباء رهبان البريه القديسين العلماء في نفس الوقت، فراحوا. فكل ده كان له دور في صياغه منشور الاتحاد اللي ما بيسمى بالهينوتيكون. اتكلمنا عن الحاجات دي المره اللي فاتت، بس في محطات لاهوتيه بقى يعني عايز ننتبه ليها. احنا بنقول السياق التاريخي، لكن في السكه في محطات لاهوتيه لازم نعرفها ونقف عندها ونفحصها ونقيمها وتبقى محطوطه في الاعتبار. انا قلت لكم المره اللي فاتت الهينوتيكون بصوره مجمله أثناء لما قلت الرسائل، وإزاي البابا بطرس
جمع الشعب في الكنيسة وشرحه، وإزاي حرم بصورة علنية مجمع خلق دنيا وتوموس لون أثناء اجتماعه وخطابه بالشعب. قلنا إزاي لما وصل رسل الأسقف أكاكيوس والإمبراطور زينون يحملون الهنتيكون، قابلوا الأنبا بطرس الثالث وقدموه له، وقصد الجميع إلى الكنيسة المرقسية حيث وقف البابا السكندري يخطف فيهم وفي الجماهير التي زخرت بهم الكنيسة ليفسر لهم ما جاء في هذا الهنوتيكون. ثم أوصى المؤمنين أن يصلوا لأجل لكي يحفظ الله الإمبراطور الذي تم في عهده الوئام بين الكنائس. لما انتهى البابا بطرس من تفسير دقائق الإيمان للشعب ومن رفع صلاة الشكر، بعت رسالتين، واحدة لأسقف القسطنطينية والتانية لأسقف أورشليم، أعلمهما بكل ما جرى وبسروره واغتباطه لعودة الألفة والتفاهم بين الكنائس. ورد عليه الأسقفان معلنين فرحهم بهذا الود، وخطبه أكاكيوس بقوله إلى محب الله شريكنا وأخينا بطرس. وأيضا أسقف أورشليم أرسل له خطاب يقول له محب المسيح ورئيس الكهنة سيدي وأخي وشريكي بطرس. قبل ما هتنقل للأحداث، عايز بي في وقفة شوية. هنستعرض الهينوتيكون بسرعة ونتذكر مع بعض منشور باسيليسكوس اللي كان عمله بالفعل البابا تيموساوس وبعض الرهبان، ولا سيما كان في راهب يسموه الراهب الفيلسوف كان اسمه ايه؟ بولس. ونقارن بينهم، نشوف الفرق ايه بين الاتنين. ودي هتبقى فيها اسئلة مش في الامتحان دلوقتي، فانا ملاحظ مصحصحين فتخلوا بالكم. يعني أنا هقرأ المنشور الهينوتيكون الأول، هحاول أختصر الحاجات اللي هي الديباجات وأدخل في النقط اللاهوتية. طبعا بيبدأ من القيصر الإمبراطور زينون وبيقول حيث أننا جميعا نعرف أن أصل وثبات وقوة مملكتنا التي لا تقهر هو الإيمان الحقيقي والصحيح والذي أعلن بواسطة العناية الإلهية أو أعلنه بواسطة العناية الإلهية الآباء 318 المجتمعون في مجمع نقي، والذي صدق عليه بنفس الطريقة الآباء 150 المجتمعون في القسطنطينية. نحن نؤدي الصلوات المتواصلة ليلا ونهارا باجتهاد وتشريعات حتى تنتشر في كل مكان الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية الخالدة. وشوية كلام حلو، ويرجع يقول هذا الإيمان الصحيح الذي لا تشوبه شائبة هو حافظ نفوسنا وشؤون الإمبراطورية الرومانية، ولقد قدمت لنا الالتماسات بواسطة رؤساء الأديرة المحبين لله وبعض المتوحدين الآخرين يحسوننا بدموع حتى يكون
هناك وحدة للكنيسة المقدسة، وحتى تتحد الأطراف معا والتي سعى أعداء الخير لانفصالها لزمن طويل، لأنهم أيقنوا أنهم إذا أقاموا حربا مع كل جسد الكنيسة الكامل فأنهم سيقهرون حتما. يعني يقول لهذا السبب نحن نرغب أن تعرفوا أن كل منا والكنائس الأرثوذكسية المقدسة في كل مكان والكهنة المحبين لله الذين يرون لا تمسك ولن نتمسك ولن نعترف بأي إنسان يتمسك بأي شعار آخر أو تعليم أو تعريف للإيمان غير ما قد سبق وأشرنا إليه سابقا. إيمان 318 والذي تم الإقرار عليه بواسطة 150 في القسطنطينية طبعا، وإن كان هناك إنسان يتمسك بمثل هذا شعار آخر يعني بأي حاجة تاني نعده غريبا، لأنه كما سبق وقلنا نحن نعتمد على هذا فقط من أجل حفظ مملكتنا وأيضا كل الأشخاص الذين حسبوا مستحقين للمعمودية المحيية قد تعمدوا على القبول البسيط لقانون الإيمان هذا فقط. فضلا إلى هذا أو فضلا على هذا، فإن كل الآباء القديسين الذين اجتمعوا في أفسس وفضحوا نسطور الشرير وكل خلفائي في معتقدي الذين تبعوا نفس الإيمان، نحن نحرم نسطور هذا ومعه أطاخي وأيا ممن يتمسكون بتعاليم مضادة لما قد أعلن هنا. ونحن أيضا نقبل البنود الإثني عشر المسلمة بواسطة محب الإله والدائم الذكر كيرلس، ونعترف أيضا أن ابن الله الوحيد هو نفس الله ربنا يسوع المسيح الذي حقا أخذ لنفسه طبيعة الإنسان والذي هو واحد في ذات الجوهر مع الآب في اللاهوت وواحد في ذات الجوهر معنا في الناسوت، والذي نزل واتخذ جسدا من خلال عمل الروح القدس ومريم العذراء والدة الإله، هو ابنا واحدا وليس اثنين. ونحن نؤكد أن المعجزات التي صنعها والألام التي احتملها بكامل حريته في الجسد تخص ابن واحد فقط لله. وأيضا نحن جميعا نرفض أولئك الذين يقسمون أو يمزجون أو يعتبرونه خيالا، لأن التجسد الحقيقي والذي بلا خطيئة الذي من والدة الإله لم ينتج عنه إضافة ابن، ولكن الثالوث ظل ثالوثا رغم أن شخصا واحدا الله الكلمة صار جسدا. ومن ثم فإنكم تعرفون أن كل من الكنائس المقدسة والكهنة وأسرتنا الملكية لم ولن نقبل أي شعار آخر أو تعريف للإيمان غير العقيدة المقدسة التي قد أعلنت أعلاه. ونحن هنا نحرم أولئك الذين قبلوا أو سوف يقبلون الآن أو فيما بعد، سواء كان في مجمع خلق دنيا أو في مجمع آخر، إيمانا مختلفا، ولكن أقصد بالأساس أولئك المذكورين بالفعل نسطور وأطاخي وكل الذين يتبعون تعليمهما. وبعدين بيختم يعني إيه بالرسالة،
انا مش هقول تعليقاتي، انا عايز اسمعها منكم، بس هنقل على ايه؟ منشور باسيليسكوس بيقول ايه بقى؟ اننا مقتنعون كلية ان وحدة القطيع هو خلاص نفوسنا وشعبنا والاساس الراسخ والثابت وحسن امبراطوريتنا الشامخ، ونحن الان مرفعون بحافز حصيف نجلب الوحدة والاتحاد لكنيسة المسيح في كل جزء من سيادتنا. وإيمان الأساقفة 318 الذين أعدهم الروح القدس من قبل الذين اجتمعوا في نيقيا، نحن ممسكين به أن يكون ضمان وخير الحياة الإنسانية. الإيمان الذي به نحن كسائر الذين آمنوا قبلنا نؤمن به واعتمدنا فيه، الإيمان الذي يمسك ويربط كل الكنائس بقوانينها المختارة، الإيمان الكامل والمتكامل في كل التقوى والمعتقد الصحيح، والذي يرفض ويفضح كل الهرطقات ويطردهم من الكنائس، الإيمان الذي اجتمع 150 أسقف ليقاوموا ويدينوا محاربي الروح، والمؤكد واتفقوا ووافقوا عليه، الإيمان الذي أكدوا أعمال المجمعين في أفسس معا مع رؤساء كهنة روما والإسكندرية كليستين وكيرلس وديسكوروس لإدانة نسطور المهرطق وكل من أتى بعد وتمسك بآراء متشابهة وأربك نظام الكنيسة وعكر السلام سلام العالم وشق الوحدة. نحن ندين طوموس لاون وقوانين إيمان مجمع خلق دنيا، سواء تعريف الإيمان أو العقيدة، تفسيرات الشروحات أو الإضافات أو أي أفكار جديدة أخرى قيلت أو كتبت مخالفة لإيمان 318 وتعريفه. ولهذا نحن نأمر بأنه أينما وجد هنا أو في أي مكان آخر مثل هذا التعليم المكتوب فليحرم وليحرق بالنار، لأنه بمقتضى هذا الأمر فإن سلفي المباركين في الإمبراطورية قسطنطين الكبير وثيودوسيوس أصدر أمرا على نفس الضرب، ولقد صدق على إيمان مجمع نيقيا فقط الذي يتفق مع التعريف الصحيح للإيمان والذي تحدد هناك بواسطة الثلاثة مجامع التالية، أعني المائة والخمسون أسقفا ومجمعي أفسس. وفضلا على ذلك نحن نحرم كل شخص لا يعترف بأن ابن الله الوحيد بالحقيقة صار جسدا بواسطة الروح القدس من العذراء مريم ولم يأخذ جسده من السماء، أو لم يكن في مجرد مظهر خارجي وخيال. نحن نحرم أيضا كل التعليم الزائفة لكل هؤلاء الهراطقة التي تضاد الإيمان الحقيقي للآباء. نشوف مين شاطر بقى يجيب لي نقط الاتفاق ونقط الاختلاف. لا، ما دي ما احنا قلنا لازم اللي يبقى حاضر معانا يكون حاضر الكورسات السابقة، ولكن مش هنفضل نشرح. كليستين ده بابا روما المعاصر للبابا كيرلس،
ايام ما كان الكرسي روما مع يعني متقارب جدا مع الاسكندرية اللي هو كان في عهده كده يعني. نقط الاتفاق والنقط اللي هي ايه ممكن تكون جت هنا وما جاتش هنا والعكس. طب ايه هي نقط الاتفاق؟ قول. انت بتبدأ من الاخر. اول حاجة الاقرار بالمجامع المسكونية، اساس الايمان مجمع نقية، وما ايده المجامع اللاحقة. نعم. وحرم نسطور وأوطاخ. نعم. في منشور ذكرهم بالاسم. مين اللي أدان التعليم من غير ما يذكرهم؟ نعم. التاني اللي هو ايه؟ اللي قريناه التاني. اصل اللي قريناه التاني ده هو الاولاني. هو طبعا الاتنين اكدوا على المجامع. الاتنين اكدوا على ادانة الفكر النسطوري والفكر الاطاخي او المنسوب لاطاخي صراحة. مجمع المنشور بتاع باسيليسكوس أدان نسطور بالاسم وأدان الفكر المنسوب لأطاخي، لأن كان لسه موقف الكنيسة ومن البابا تيموساوس من الأطاخية كان لم يتحدد بعد. اللي احنا خدنا بعد كده انه خد موقف واضح بناء على شهادة الشهود على مسؤوليتهم التي سيعطون عنها حسابا امام الله الديان. ففي كل الاحوال الفكر الاطاخي مدان من البداية. كل ما في الامر ان بقى مدان بالاسم كأطاخي بعدين. اول من ادانه كان البابا تيموساوس، وبعد كده في منشور الهينوتيكون بدأ بقى مش يقولوا مجرد الفكر وبس، يقولوا الفكر والشخص. فعشان كده في المنشور باسيليسكوس ادان الفكر ونسطور والأدان فكر أطاخي، منشور الهينوتيكون أدان الاثنين. طب في نقطة خلاف أخرى. الهينوتيكون أدان الفكر بتاع خلقدونيا وتوماس لاون، لكن لم يدن صراحة خلقدونيا وتوماس لاون. لكن بس منصور باسيليسكوس أدان الاتنين صراحة، مش الفكر وبس، والمجمع خلقدونيا وتوماس لاون. في نقطة صغيرة كده اللي هيقولها هعرف انه مصحصح، ممكن يتميز بمكافأة او بدرجة زيادة او باي حاجة لاقيها في جيبي. استنى اشوف، انا لقيت حاجات في جيبي، لقيت 10 جنيه.
اللي هيقولها ياخد ال10 جنيه الجديدة ديت. مظبوط، خد يا ابونا اشعيا. باسيليسكوس ذكر صراحة منشور باسيليسكوس مجمعية أفسس اللي هو مجمع 431 و 409 وإيه 40. فالاتنين المضمون اللاهوتي واحد، التفاصيل مختلفة. طب من منهما أفضل؟ باسيليسكوس المنصور، لأن اللي عامله مين صراحة؟ البابا تيموساوس، فكان قاطع مانع بصورة يعني صريحة. الهينوتيكون كان في سياسة شوية، أدان الفكر صراحة وذكر اسم خلق دنيا دون سواء اتقال الكلام ده في خلق دنيا او في اي مجمع اخر. يعني الحرم الخلق دنيا جاي ضمني مش صريح. وتوماس لون كذلك، لا ما هو كله جاي ضمني، ان اي حد يقول غير كده محروم، اي حد يقول غير كده يبقى محروم. فالحرم جاي ضمني، لكن الحرم كان في باسيليسكوس صريح. وده يمكن برضو اولا نوع من السياسة شوية، وبرضو وسيلة ممكن عشان القسطنطينية تحتفظ لنفسها بالمكسب بتاع القانون 28 بتاع خلق دنيا اللي هو بتميز كرسي القسطنطينية، فده ملوش علاقة بالإيمان. فاللي هيقول الإيمان غير كده محروم، لكن القانون ده طالما يعني ممكن يبقى شرعي. لا هو كرسي روما في كل الأحوال، ما احنا هنعرف دلوقتي يعني، ما يعني اختلف تماما ابتداء من لون. كرسي روما كان من أقرب الكراسي لكرسي الإسكندرية، لكن كان للون يعني بوظ الدنيا خالص. لا في نقطة برضو، مش باسيليسكوس بس، في نقطة حلوة قيس قصك ذكرتها دي سقطت مني سهوا في تعليقي، نقطة في غاية الأهمية. كلا المنشورين أقروا وأكدوا على البنود الاتناشر للبابا كيرلس، ودي لوحدها كفيلة لضح وحس اي فكر فيما يخص السيد طبيعه السيد المسيح. وده بيشير لنا ويؤكد لنا فيه رد صريح وقوي وواضح على الادعاء الخاص بمصالحه 433. في ذكر، بالعكس ليه اكدوا على البنود الاتناشر؟ لان اعتمدوا في خلق دنيا، اختزلوا فيها القديس كيرلس للرسالة التانية للنسطور، والرسالة التي يدعون انها تحوي صيغة المصالحة. كان عرض إيمان قدمه الشرقيين للبابا كيرلس
اعتبروه صيغة، مع ان القديس كورولوس قال صراحة اننا لم نصدر بيانا جديدا للايمان، ولم نقبل بيانا صاغه اخرون، وقال ده كلامه هو وفنده وشرحه. طبعا احنا خدنا في الموضوع ده كورس ايه كامل، وكان هو محور الخلاف اللي بدوا يلفوا ويدوروا على هذا الادعاء ابتداء من مجمع القسطنطينية الاوطاخي ومجمع 449 ادينوا بسببه وعايزين يقروه، وكان هو المحور بتاع خلق دنيا. فدي كان البنود ال 12. مخلي بالكو يعني في حاجات جاية هتبقى كلها لاهوت. احنا النهاردة يعني اليومين دول بنقول حواديت على يعني مواضيع لاهوتية، لكن في اوقات هتبقى الجانب التاريخي غالب شوية، وفي مواقف اخرى الجانب اللاهوتي هو اللي هيبقى غالب. في تعليق لأحد البراجع بيقول هذه الرسالة الدورية التي كتبها أكاكيوس أسقف القسطنطينية، وهي تتضمن نفس التعليم التي تضمنتها الرسالة التي كتبها البابا تيموساوس الثاني خليفة البابا ديوسكوروس بأمر الإمبراطور باسيليسكوس، ويقصد المنشور ده والمنشور ده يعني. إلا أن البابا تيموساوس الذي كتب الرسالة الأولى اختلف مع الأسقف أكاكيوس في إصدار الحرم العلني على خلقدون، في حين أن أكاكيوس جعل حكمه عاما، غير أن كليهما اتفق على حرم أوطاخي. طبعا بعد ما توقع الهنوتيكون بدأوا الآباء يبعثوا رسائل الشركة. أكاكيوس أسقف القسطنطينية بعت رسالة للبابا بطرس مش هقولها يعني عشان الوقت، يعني انتوا بتحبوا الحواديت والحاجات دي، بس يعني ايه هختزل شوية. وكان في الوقت ده برضو بأمر الإمبراطور زينون أعيد بطرق القسطنطينية إلى كرسيه اللي هو بطرس القصار الذي كافح وعانى مرارا من أجل الإيمان الحقيقي. استقبلوا شعب أنطاكيا بمجد وموقف عظيم كأنه سمعان بطرس، ثم دعا لإنعقاد مجمع في مقاطعته وعالج وأنهى الانقسامات اللي بيقول كده زكريا الفصيح، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وقام المجمع المنعقد أيضا بصياغة خطاب شركة بمصطلحات وأرسلها إلى البابا بطرس أسقف الإسكندرية ونصها كالآتي. يعني في نص احتمال برضو ما قولهوش جايب فيه كيف أن أكاكيوس كتب إلى قداستكم موضحا وشارحا لإرادة الإمبراطور المؤمن، وأن محتوى رسالة بطرس لمين؟ ها؟ البطريرك بطرس للبابا بطرس. وأن محتوى المستند الرفيع كان في اتفاق تم مع إيمان أباء نقيا وال150 في المدينة الملكية القسطنطينية، وتم تأكيده في أفسس في أيام كليستينوس وكيرولوس. وهذا الأخير يقصد المجمع الأخير والبابا كيرولوس فضح وحرم كل تعليم نصور وأطاخي وكل الهرطقات الأخرى
وبيقول إن مرسوم الوحدة هذا أوصل المصريين إلى اتفاق كامل مع الكنائس الشرقية. وينبغي أن نقول مع كل الذين في كل مكان يريدون السلام، نحن نؤمن ونصدق أن تعب وصلوات قداستكم هما اللذان أديا إلى هذه النتيجة السعيدة من أجل المؤمنين في كل مكان. خلي بالكوا، رغم أن فكر كان مدرسة أنطاكيا كان في خلاف فكري، لكن على مدى التاريخ الغالبية العظمى في أنطاكيا، كرسي أنطاكيا، ولا سيما كان الآباء الرهبان إيمانهم كله مع الإيمان الأرثوذكسي بتاع اسكندرية. ولسه قدام شوية هنلاقي بقى دورهم هيبقى يمسكوا القيادة كمان، قيادة الفكر. أعطى الكرسي لبطرس القصار بواسطة زينون، قام بالتوقيع على الهناتيكون، وعقد مجمعا زي ما قلنا، بعت رسالة. يبقى كده في كرسي الإسكندرية وكرسي القسطنطينية، ودي كرسي إيه؟ أنطاكيا. وهنا صارت البطريركيات الشرقية الأربعة، الإسكندرية والقسطنطينية وأنطاكيا وأورشليم، في اتحاد، وانضم إليهم كثير من الأساقفة وقادة الشعب، ولكن روما لم تكن مشتركة في هذا التطور، حيث كان موقف الكرسي الغربي في الحقيقة هو معبر عنه الوفد الروماني يوم 22 أكتوبر 451، لما جه المجمع يحدد تحديد الإيمان، فعملوا تحديد الأول كويس، لكن يختلف مع مين؟ مع التومس. فوقفوا بقى المندوبين، قالوا إما أن يقبل الشرق وجهة نظر روما، أو أن يدع روما تهتم بأمورها. ففي الوقت ده كانت روما هي لوحدها، الكراسي كلها، الخمس كراسي المعروفة في ذلك الوقت كلها متحدة فيما عدا إيه؟ روما. طبعا أسقف أورشليم كان اسمه مارتيروس، بعت خطاب شركة برضو للبابا بطرس، مش هنقراه. طبعا لما كله توحد كده بقى مين اللي منعزل؟ طب هيتزعموا على مين؟ ففي مرجع بتاع يعني راعي بروتستانتي، القس حنا الخضري، بيقول لقد عقد البابا، بيقول فيليبس، لكن هو فيليكس الثالث، مجمعا محليا في روما يوم 28 يوليو سنة 484، وحضروا 77 أسقفا. في مراجع تاني بيختلفوا في العدد، لكن يعني الحدث ما فيش خلاف عليه. وحرم الوفد الذي مع الامبراطور ومع أكاكيوس، كما أنه حرم أيضا أكاكيوس رئيس أساقفة القسطنطينية. صار أكاكيوس ضد هذا الحرمان، وأمر برفع فيليكس من الصلوات، وعندئذ انفصلت كنيسة القسطنطينية عن كنيسة روما، واستمر هذا الانفصال بين كنيسة روما وكنائس الشرق بصفة عامة،
وبين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية بصفة خاصة حوالي 40 سنة، من سنة 484 لغاية سنة 519. ما جاش كل حاجة بتوصل، لأن كان في مندوبين، تعرفين كان في سفراء لبابا الإسكندرية في العاصمة، لا في القسطنطينية، وفي في روما، تلاقوا كان في كل مكان، العالم كان مفتوح على بعضه شوية. طبعا عدم حرم صريح لمجمع خلق دنيا وطوموس لاون خلى فيه كتير مش مرتاحين للهنوتيكون. يقول بعض من النفوس الغيورة كان ساخطا، لأن في هذا المستند الإمبراطوري، أي مرسوم الوحدة أو الاتحاد الهينوتيكون، لم يكن هناك أي حرم للإضافات التي فرضت على مجمع خلق دنيا، ومع ذلك ظل الجميع في الشركة مع بطرس، لأنه دافع عن الهينوتيكون أمامهم، وخاصة كما قال الإمبراطور أنه لن يتخاذل عنا في أي من المطالب التي سوف نرفعها إليه. بطرس قال لهم إن الإمبراطور أي طلبات هيستجيب لينا فيها. يعني في عدم الحرم خلق دنيا بالاسم، في بعض الدارسين عللوه وفسروه، فيقول لم يكن أكاكيوس نسطوريا ولا أوطاخيا، لكنه غض الطرف عن ذكر خلق دون، لأن قراراته لم تفز بالصبغة الإجماعية الكنسية، وقد عد الكثيرون من الأساقفة توموس لاون أقرب إلى البدعة النسطورية منه إلى العقيدة الأرثوذكسية، مما جعلهم يقاومونه بكل ما أوتوا من قوة. الأسقف بدأوا بيقاوموا ديت. يقول وقد كان هؤلاء الأساقفة اللي هم رافضين أصلا خلق دنيا وتوموس لاون يرون رأي أكاكيوس إزاي، فقالوا بأن مجمع خلق دون لا يعد مسكونيا إلا إذا ظفر بمصادقة جميع الكنائس، كما هو الحال مع المجامع الثلاثة التي انعقدت في نيقيا والقسطنطينية وأفسس. فبتقول هيحرم إيه إذا كان هو أصلا مش مجمع مسكوني، يعني نوع من يعني هو أصلا يعني هنحرم إيه، هو مش مجمع مسكوني. الكنائس المجمع بياخد مسكونيته ما بيكون في إجماع فيه، لكن ده مجمع قسم الكنيسة كلها، مش جمع، فرق وقسم وبعد، يبقى مسكونيته فين؟ فقال هو أصلا مش مجمع مسكوني، وبالتالي لما ما يبقاش في حرم ليه كمجمع باعتباره أنه كأنه إيه؟ لم يكن. فقالوا فالهنوتيكون ركز على التعليم لكن لم يقر كمجمع. ده رأي من الناس كبروا دماغهم واعتبروه كده يعني، لكن في ناس تاني لا، قالوا لا لازم كان يبقى فيه حرم صريح. عشان كده يعني في ناس كانت رافضة من ناحيتين، الخلق دنيين رفضوه لأنه بيناقض فكرهم، وبعض من الأرثوذكس رفضوه لأن ما جابش حرم صريح
على خلق دنيا وطوموس لاون. أحد الكتاب بيقول عندما مد بطرس من منجوس رئيس أساقفة الإسكندرية يده وقلمه لكي يوقع مع أكاكيوس رئيس أساقفة القسطنطينية على رسالة الوحدة الهينوتيكون، فقد وقع في نفس الوقت على معاهدة سلام ومعاهدة خصام. فلقد وقع معاهدة سلام مع كنائس القسطنطينية التي كانت في صراع مستمر مع كرسي الإسكندرية، كما أنه وقع معاهدة خصام مع جزء من الكنائس المصرية التي لم تقبل هذه الرسالة، واعتبرت بطرس خائنا لحزبه بقبول هذه الرسالة. فقد انفصل عن بطرس جماعة من المنوفذيين، هم يقولوا علينا المنوفذيين، بقرا لكم مرجع مش أرثوذكسي يعني، وكونوا حزبا جديدا يدعى الأسيفاليين، يعني اللي هم بدون رأس، ما عملوش كيان، انفصلوا عملوا كيان لكن يعني زي مخصمين كده ايه القديس البابا بطرس يعني. هنعرف دلوقتي الأحداث هتحصل ايه. طبعا في حاجات الجانب التاريخي فيها شوية، بحاول اختزل شوية يا جماعة عشان ما نطولش بكروتكم بمعنى أصح، بس في الجانب التاريخي يعني حصل ان روما بعتت مندوبين للقسطنطينية، وقبل وصول المندوبين الرومانيين للقسطنطينية علم الإمبراطور من عيونه وأرصاده بالغرض من انتدابهما. مخابرات بتاعته يعني قالت له دول جايين عشان كذا، فأمر بالقبض عليهما والزج بهما في السجن، كما أمر بانتزاع جميع الأوراق التي يحملانها، كان في بعتين اثنين. وبينما هما في السجن بعث إليهما الإمبراطور برسول خاص أقنعهما بالاتصال بالأسقف أكاكيوس، وعندما صدر الأمر بالإفراج عنهما استأنف رحلتهما إلى القسطنطينية، وحين وصلها اتصل على الفور بأسقفها اللي هو أكاكيوس، كما اتصل بسفراء البابا بطرس الثالث اللي هو البابا بطرك الإسكندرية، وكانت مقابلتهما للأسقف القسطنطيني ولسفراء البابا الإسكندري في وضح النهار وعلى مرأى من أهالي القسطنطينية. طبعا لما عملوا كده صارت سائرة الأسقف فليكس أسقف روما، وزينت له العنجهية الرومانية أن يوقع الحرم على مندوبيه، ومش هم وبس، وعلى كل من أكاكيوس أسقف القسطنطينية وبطرس الثالث بابا الإسكندرية. ولم يكتفي بإصدار الحرم ضد هذين الحبرين، بل انتدب مندوبا ثالثا ليحمل حرم هذا إليهما، يعني زاد فيها بيحرم البطاركة كده بقرار يعني، على أن هذا المندوب الثالث وقع بدوري تحت تأثير رجال البلاط الإمبراطوري وانضم، يعني المندوبين التانيين انضموا للبابا لأكاكيوس والبابا بطرس، ده كان اللي يجي كان فيه زي مغناطيس كده يعني. في تعليق يقول على أن الحرم لم يكن له من أثر إطلاقا، الحرم اللي قاله ولا كان له أي أثر، لأن كنيستي الإسكندرية والقسطنطينية ظلت تعدان البابا بطرس والأسقف أكاكيوس الحبرين الشرعيين لهما، كما عدت فيليكس الأسقف الروماني
متدخلا فيما لا يعنيه، لأن مش من حقه. كذلك ظلت الكنيستان على صلة المودة التي جاهت كل من البابا بطرس وأكاكيس في سبيل تدعمها. هنتكلم بالتفصيل شوية، يعني أنا بحاول أدي صورة عامة على اللي في أنطاكيا، في أورشليم، في القسطنطينية، في روما. لكن لما بنيجي عندي احنا عندنا بقى بندي بقى بالتفصيل شوية، ندخلنا في التفصيل في كل حاجة. عشان كده الكورسات اللي بنقولها دي يعني ايه مضغوطة، يعني مش تفصيلية، يعني ضغطينها شوية. أقدم مؤرخ طبعا اللي معظم المؤرخين بيرجعوا له في الموضوع ده كان هو زكريا الفصيح الحقيقة. فبيتكلم في الفصل اللي عن الذين انفصلوا من الشركة مع بطرس، لأنه لم يوجد أي حرم لمجمع خلق دنيا وطوموس لاون، سواء كان في مرسوم الوحدة أو في الخطابات اللاحقة التي أرسلها رؤساء الكهنة إليه. خلي بالكو، البابا بطرس حرم علني في خطابي في الكنيسة لما جمعهم لمجمع خلقدونيا وطوموس لاون، لكن بعض إكليروس المصر قالوا لا، بس ما يعملش شركة مع حد ما حرمش، لازم يحرموا ايه. فدول ما حرموش، لا ورد في المرسوم ولا في الرسائل اللي بعتوها. هنعرف الدنيا هتمشي ازاي، وهنشوف حكمة وقداسة القديس البابا بطرس هتوصل لفين. يعني بعد أن رتبت الأمور بهذه الطريقة بواسطة مرسوم الإمبراطور الهينوتيكون، قام ثلاثة أو أربعة من رؤساء الكهنة، أعني أساقفة أفسس وأورشليم وإسكندرية وأنطاكيا مع الأساقفة المساعدين في مناطقهم التابعين لهم، بالاتحاد والاتفاق على مضمون مرسوم الوحدة هذا الذي لزينون، واستلموه ووقعوا عليه. ثم أن جوليان ويوحنا كهني الإسكندرية ومعهم إلاديوس وسرابيون الشماسان، رجلان تقيان ينتميان إلى الكنيسة هناك، وسيودور أسقف أنتينوم. أنتينوم دي حاجة تبع مصر بس الأسماء اتغيرت، الواحد مش عارف هي فين دلوقتي يعني، ويوحنا ومصري آخر وأندراوس الراهب العظيم وبولس السفسطائي اللي هو كان مع مين؟ مع البابا تيموساوس قبل كده يعني، ورهبان آخرون مشهورون انفصلوا من الشركة مع البابا بطرس أسقف الإسكندرية، ولكنهم سلكوا هذا الاتجاه لأنه لا يوجد أي حرمان واضح وحاسم لمجمع خلقدونيا وطوموس لاون، سواء كان في مرسوم الوحدة أو في الخطابات اللاحقة التي أرسلها رؤساء الكهنة إلى بطرس. وبالتالي ازداد عدد المنشقين واتحدوا في دير مناسب لاتساعهم، جمعوا في دير، شافوا دير واسع يسعهم، العدد كان كبير شوية. وعندما سمع أكاكيوس الذي من المدينة الملكية عن ذلك الأمر، كتب ليحثهم على الاتحاد مرة أخرى.
ولكن البابا بطرس في منشوره الباباوي لعامة الناس وفي الدفاعات التي تحدث بها أمام الشعب، لما كان جه المنشور أصلا وجمع الشعب وخطب فيه، استمر في إهانة المجمع خلق دنيا. وعندما سمع أكاكيوس هذا أيضا أرسل كاهنا ليفحص حرية إيمان بطرس، وهناك أنشأ تحقيقا أمام قاضي المدينة الكنسي حول هذه النقطة، وهي أن المجمع لم يحرم بواسطة بطرس بطريقة معبرة، وقد وصل هذا الخبر إلى مسامع الجموع وصار حجر عثرة لهم. ادعوا على البابا بطرس أنه ما حرمش المجمع بصورة كافية يعني. وكان هناك جدالات عديدة أيضا بين بطرس ورئيس الدير وبين الأساقفة المنشقين. ثم أن بطرس الأيبيري بتاع غزة، الرجل القديس الطيب ده الذي كان يقيم هناك، وأولي الراهب ولقبه كوكيوس، قد عين لتدارس وفحص هذه الأمور، وبعد فحصها قام مع مجمع الرهبان باختيار 4 عظات للبابا بطرس عن الإيمان، وقال له: إن كنت تتفق مع هذه فوقع عليها. في حاجات فيها تعبيرات صريحة للبابا بطرس، قالوا له يوقع عليها، فوقع عليها. ومن ثم دخل بعض الرجال المشهورين من بينهم مرة أخرى في الشركة مع القديس بطرس أو البابا بطرس، لأنه قد حرم المجمع وتوماس لون عندما قال هذه العظات على مسامع الشعب. ده قالها وقع كمان عليها. ومع ذلك ظل الآخرون متمسكون بعدم الرغبة في الشركة مع بطرس. وعندما رأى الأخير هذا الأمر، لما البابا بطرس شاف كده، استولى على دير الأسقف سيودور وعهده إلى صنع المعجزات التي فتح عيني الأعمى. يعني ادى الدير، خلى تحت عهدة واحد قديس كان يعني بيعمل معجزات. وعلى إثر هذا حدث إثارة كبيرة بين الرهبان، وأرسلوا نيفاليوس الذي كان واحدا من الأئكة الرهبان الذين طردهم بطرس إلى الإمبراطور، وكان أيضا مزعجا للشعب، واحد بتاع مشاكل اسمه نيفاليوس. بعتوا يشتكوا للإمبراطور، فقام راهب اسمه نيفاليوس وهو بحسب ميوله وطباعه مزعجا. في ناس كده تلاقوها يعني بتوع مشاكل بطبيعتها. قام بعمل استعدادات وذهب للإمبراطور زينون جالبا معه خطابا من رفقائه المنشقين كأنه بينوب عنهم. فيه يشهدون ضد البابا بطرس بأنه قد قام بنهبهم، خد الدير بتاعنا يعني، وطردهم والاستيلاء على أديرتهم. وكان الإمبراطور غاضبا جدا من البابا بطرس عندما سمع هذا، وأرسل واحد اسمه قزماس، له رتبة كده أو حاجة مش معرفتش أترجمها، هتلاقوها مكتوبة بنفس اللغة، بخطاب إن يحتوي على تهديدات ضد بطرس، معلنا أن جلالته كان متساهلا جدا لدرجة أنه عينه أسقفا للإسكندرية بهدف توحيد الشعب معا وليس شقهم إلى نصفين. وبعد أن وصل كوزماس بصحبة نيفاليوس اللي هو المزعج دوت،
وبعد أن تسلم البابا بطرس الخطاب اجتمع الرهبان بكنيسة الشهيدة أوفيمية، وكانوا حوالي 3000 فرد ومعهم 10 أساقفة. في بعض مراجع يقولوا أرقام أكبر من كده بكتير، لكن أقدم مرجع اللي هو زكريا الفصيح قال كانوا حوالي 3000 فرد. ولكن أرسل إليهم رسالة، يبدو من الوالي العدد دوت، قال لهم أرسل إليهم رسالة بأنهم لا يجب أن يدخلوا المدينة حتى لا يهيج الشعب، ومن ثم يحدث اضطرابات. ومع ذلك فقد تم اختيار سيئودور الأسقف ويوحنا ويوليان ويوحنا الكهنة وبلاديوس وسرابيون الشماسان وأندراوس العظيم وبولس السفسطائي مع 200 من المتوحدين كممثلين للباقيين بقى كلهم. يعني اختاروا الأسماء دي مع 200 آخرين كممثلين للكل، وقد دخلوا الكنيسة الكبيرة ليتقابلوا مع بطرس البابا بطرس، وقد أجروا حديثا مطولا مع قزماس اللي هو جاي من عند الإمبراطور ومع والي المدينة، وقد قرئ خطاب الإمبراطور بصوت عال، وقد ألقى البابا بطرس خطابا دفاعيا على ما سمعهم حارما لمجمع خلق دنيا وطوموس لاون، وفضلا على ذلك كتب بيانا موقعا منه وفيه الآتي: أنا بطرس أسقف الإسكندرية الآن، ومن فترة طويلة أحرم ما قد قيل وما قد ابتكر في مجمع خلق دنيا ضد إيمان الآباء الحقيقي، الآباء 318 الأساقفة، وأحرم أيضا توموس لاون، وأعترف بأن هذه هي كلماتي، وأي شخص لا يتفق معها سواء كان أسقفا أو كاهنا أو شماسا أو راهبا أو عذراء فهو غريبا. وإن كنت أنا أو أي شخص آخر سيكتب متفقا مع أعمال مجمع خلق دنيا ومحتويات توموس لاون، حينئذ سوف أطرد من الثالوث القدوس. يعني ادى حرب ليه ولكل اللي ايه اللي يكتب كده. ومع ذلك لم يقبل الرهبان هذا الإقرار، كانوا صعب قوي، لأنهم قالوا إن بطرس اشترك في الأسرار المقدسة مع رؤساء الكهنة الذين لم ينطقوا بأي حرم ضد المجمع وتوموس كما فعل هو. هو صحيح حرم لكن في شركة مع اللي ما حرموش. فرد البابا بطرس قائلا إن السبب في التمسك بالشركة معهم هو أنهم قد قبلوا مرسوم الوحدة الإمبراطوري، والذي يلغي أي إضافات للإيمان من أي نوع والإجراءات في كل مكان أيا كانت، بخلاف الثلاثة المجامع المقدسة نيقيا وأفسس والقسطنطينية. يعني عايز يقول لهم أن المرسوم يحرم ضمنيا وفي خطاب العام. خطاب العام ده امتى؟ المرة الأولى لما جه من المندوبين بالمرسوم: قد شرحت الهينوتيكون وأوضحت كيف أنه ألغى أعمال مجمع خلق دنيا عن طريق قبول حرمات المطوب كيرلس الاثني عشر،
شوفوا بقى ابائنا الحرمات ال 12 ديت لوحدها تحسم الموضوع، عشان كده طول عمرها تحارب. ألغى أعمال مجمع خلق دنيا عن طريق قبول حرمات المطوب كيرلس الاثني عشر، وبحر من الصور وأوطاخي وكل من يقر بثنائية الطبائع في المسيح وينسب المعجزات إلى طبيعة واحدة والآلام للطبيعة الأخرى ويقسم الجواهر مع خصائصها وأفعالها. ولكن بعد هذه المناقشة فقط اتفق القليل من الرهبان مع البابا بطرس، وقدم الآخرون دعوة ضده إلى قزماس وأخذوا أديرتهم وسكنوا فيها، واحتشد هناك عدد ضخم منهم، ولكنهم سعوا لإقامة أسقفا عوضا عن البابا بطرس. ومع ذلك لكون سيودور الأسقف كان معهم أب أسقف اسمه سيودور، رجل محافظ على النظام، يعني بالمعنى الأصح يعرف الأصول، منعهم قائلا إنه ليس من الصواب أن المرء الذي يؤمن مثلنا ويحرم المجمع وطومس لون حتى ولو ظل في الشركة مع بعض الذين قبلوا الهنتيق ووقعوا عليه أن يلقى عليه اللوم، وإن رفضناه فلسوف نعد أشخاصا مشوشين. ولكنهم قالوا إن سيؤدور اتخذ هذا النهج لأنه أحد الأساقفة الذين وضعوا اليد على بطرس. ومع ذلك عندما قبل الشعب بطرس بدون جدال لما حرم المجمع احتدوا وانفعلوا بطريقة بالغة ضد الرهبان. يعني الشعب لما شاف كده، ما هو الشعب كشف كل حاجة، وشافوا البابا بطرس حرم مجمع خلق دنيا وحرم طومس لاون وشرح كل حاجة، ودقم يقولوا لا برضو، فالشعب احتدوا عليهم وانفعلوا بصورة بالغة ضد الرهبان، ولكنهم منعوا بواسطة رؤساء الكهنة وبطرس. البابا بطرس هو اللي حاشن ايه حتى لا يكون هناك شغب بين الشعب. ان في حاجات بس سطرت فيها لان فيها تاريخ فكر، تاريخ ايه وفكر لاهوت يعني. طبعا المندوب ده اللي اسمه قزماس حضر الحاجات دهيت، فرجع للإمبراطور. يقول عندما عاد قزماس إلى الإمبراطور وقدم له بيان مكتوب يخبره عن الشؤون في الإسكندرية وبخصوص الرهبان المنشقين وعن رؤسائهم وعن الأساقفة، فأرسل أرسنيوس إلى هناك كوالي، بعت والي هناك اسمه أرسنيوس، وأعطاه أيضا السلطة على الرومان، وقد أمر بأن سيؤدور ويوحنا الأسقفين وأغاص ويلوليان ويوحنا وإيلاديوس وسيرابيون الشمامسة وبولس وأندراوس الراهبان الراهبين وكل الآخرين يجب دعوتهم للوحدة أو الاتحاد طبقا لتعريف الإيمان المدون في مرسوم الاتحاد الهنتيقون مرة أو مرتين، يعني يدعوهم تعالوا تتحدوا معنا كم مرة، مرة أو مرتين بواسطة بطرس أسقف الإسكندرية،
وأنه في حالة رفضهم للانضمام في الشركة معه فأنهم سوف يطردون من أديرتهم. وعند وصول أرسانيوس بقى جه، مين بقى اللي غاوي إزعاج ومشاكل؟ في واحد قلنا اسمه من شوية، ايه مين فاكر؟ نيفاليوس. ألحق نيفاليوس هذا مزعج الشعب، ده زكريا الفصيح اللي بيقول عليه كده من شان على فكرة، مرة أخرى نفسه به جاي في مشكلة على طول، يعني راح. ثم جمع الأساقفة والكهنة ورؤساء الأديرة وأظهر لهم أمر الإمبراطور الذي قرأه بصوت عال على مسامعهم، وقام بطرس أيضا بإعادة شرحه وحرمه. يعني لما قال أمر الإمبراطور، البابا بطرس قبل ما يدعوهم وكده مرة تاني أو تالت أو شوفوا المرة الكام، قام شرح الهينوتيكون وحرم تاني مجمع خلقدون والأفكار المنحرفة، وفي الوقت نفسه حسهم على الانضمام في الشركة معه. طب تعالوا اهو، محروم خلقدون، يا محروم توماس لاون انضموا للشركة وخايف عليهم كأب، ومع ذلك لم يقبلوا ولم يرضوا بمطلبه. ولكن قال له سيودور الأسقف، إذا قمت بكتابة بيانا تستنكر فيه الشركة مع رؤساء الكهنة الآخرين وتوقعه، فإنهم سوف يدخلون الشركة معك. فرد عليه البابا بطرس بنفس الدفاع اللي قاله قبل كده من قبل، قال له إنه من الحق لي أن أشارك معهم طالما يقبلون مرسوم الوحدة الذي يعلم الإيمان الصحيح. طالما إيمانهم صحيح ما اشتركش ليه؟ ومن ثم أجبر أرسانيوس هؤلاء الرجال بالذهاب إلى الإمبراطور وأن يقدموا أمامه التماساتهم ورغباتهم، وبذلك ينفذ أمره على أكمل وجه. هو طبعا كان أمر الإمبراطور إذا ما دخلوش يطردوا. فهنا أرسانيوس عشان يعني يدي فرصة أكتر قال لهم تعالوا اذهبوا للإمبراطور وقدموا التماس، لأن هم كانوا ناس طيبين وكويسين، بس زي ما تقول من اللي شافوه ومن التلاعبات اللي حصلت، فمش عايزين حاجة حاسمة قاطعة مانعة. طبعا موقف البابا بطرس حرم، ويعني هنطلب اكتر من كده المهم ذهبوا الى الامبراطور، ذهبوا جميعا باستثناء سيودور الذي غير رأيه. الأسقف اللي هو قال له ما لو وقعت، غير رأيه قال له خلاص انا داخل في الشركة، ودخل في الشركة. والباقيين راحوا لفين؟ للإمبراطور. ويقول عندما حضروا أمام الإمبراطور ذهل من تقواهم ومن مناقشتهم المتعلقة معه بخصوص كل شيء لم يكن يعجبهم في تصرفات وأفعال البابا بطرس. ليهم فكر لاهوتي وإيماني واتناقشوا، يعني ليهم منطقهم، فكانوا محل تقدير وإعجاب برضو من الإمبراطور.
لكن اللي حصل بينما هم كانوا هناك مات أكاكيوس أسقف القسطنطينية، وعين واحد بداله اسمه فرافيتاس خلفا له رجل مؤمن دمس. ففرافيتاس ده كتب خطابا بحسب القانون الكنسي أو العادة الكنسية، يبعتوا خطاب شركة، أرسله للبابا بطرس أسقف الإسكندرية عن طريق رجال الإكليروس خاصته، واستلموا البابا بطرس فرحا وكتب ردا يحرم فيه صراحة مجمع خلقدونيا وطوموس لاون. يعني الخطاب وصل للبابا بطرس والبابا بطرس رد عليه، والوفد اللي هم كانوا رايحين يشكي عجبهم الحال في القسطنطينية قعدوا شوية هناك، هم راحوا الراجل مات. فيحرم فيه صراحة، يعني البابا بطرس وهو بيبعت جواب الشركة الفرافيتاز زود حرم، يحرم صراحة معنى انه اللي قدامه يقبل حرمه يبقى موافق عليه، مش شرط يحرم هو كمان، يعني يحرم فيه صراحة مجمع خلق دنيا وطوموس لاون. لكن بينما كان الرد في الطريق الوصول إليه مات فرافيتاس داود، ما طولش كتير، وتعين واحد بداله اسمه إيفيميوس، وكان يعني له فكر نسطوري تبع هرطقة إيه نسطور. طبعا في الخطاب بتاع فرافيتاس ده واللي هو مات بسرعة جميل وصح، ما يمكن ما فيهوش جانب لاهوتي كبير، لكن في روح جميلة حلوة ومعاني روحية حلوة مفيدة ان احنا ايه نسمعها، عشان كده ممكن ده هنقوله ونسمعه مع بعض. يقول إلى بطرس أبينا القديس المحب للإله الشريك في الخدمة من فرافيتاس الذي يرسل تحياته في الرب. هو كان مرسوم جديد، فبيقول عندما أفكر مليا في ضعفاتي الطبيعية أتعجب مما حدث لي، وأنا حقا أدرك أنه من رحمة الله أنه قد رفعني من مزبلة الشرير إلى كرسيه مع رؤساء الشعب. ومن المعروف جيدا أن رحمة الله هذه ليست من نتيجة أي أفعال صالحة من دور الإنسان، ولكنها نتيجة النعمة الإلهية التي تظهر من وقت لوقت على أبناء الكنيسة من خلال محبة الآب. بذلك ليس الحكيم ولا المبحثون ولا فصحاء هذا العالم هم المختارون قادة بواسطة ترقية الانتخاب. دي آية يعني كان جابها القديس بولس الرسول، بس هنا بيتصاغ بطريقة تانية. بيقول قبل الناموس كان هابيل، ليس لأنه كان يملك جاذبية عظيمة في نفسه مقبولا عند الله، يعني مش لحاجة حلوة فيه يعني مقبول، كما كان أيضا الآباء القديسون الذين أتوا بعده، ولكن تحت الناموس. يعني جاب قبل الناموس هابيل، وبعد الناموس جاب بقى الأنبياء، منهم رعاة
قال خصصت النعمة رعاه وجميع أسمار جميز. مين مين زي الرعاة من الأنبياء؟ لا الرعاة ده داود أول واحد طبعا. مين بتاع جميز؟ عموس. ورفعتهم إلى رتبة الأنبياء. وبعد الناموس نفس النعمة خصص الصياد السمك وصانع الخيام أن يكونوا كارزي الكلمة الحية من السماء. وهكذا قدرة الله تكون معلنة وكاملة في الضعف. وقد يظهر أن مثل هذا هو الأسرار المسيحية المنطوية في تجسد المسيح حسب كلماته الخاصة في الإنجيل: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار. نعم أيها الآب لأنها هكذا صارت المسرة أمامك. يقول لأن المسيح إلهنا هو الأساس وحجر الزاوية للكنيسة المقدسة، ولذلك فإن هذه البركات التي اقتبلناها ليست غريبة عن رحمته، ولكننا نأمل من خلالها وسوف نفهم ما هو مستحق لرحمته نحو الآخرين، وأننا نظهر أنفسنا لطفاء وشفقين نحو إخوتنا في الجسد وفي الإيمان ونحو شركائنا في الخدمة ونحو الإخوة محب المسيح. وهكذا سنسعى جاهدين لتدبير الكنيسة المقدسة في كل مكان حتى تصير بحسب الإيمان الصحيح وفي محبة كاملة، وبواسطة أفعالنا بمعونة الرب سوف نظهر القطيع البشري الذي اؤتمن إلى عنايتنا في كل مكان لكي يكون واحدا، وأنه يخص الراعي العظيم الذي عيننا أن نكون قادة مرعاه. وسوف نطرد تلك الثعالب الخطيرة والهرطقات الملعونة، وخاصة نسطور وأوطاخي، وبواسطة الكرازة بإيمان الآباء القديسين والتمسك به الذين اعتصموا بالحق وحافظوا على نظام الكنيسة، نحن أيضا في يومنا هذا سوف نعلم مثلهم الإيمان الصحيح للشعب وللبشرية. وإنني إذ أستعين بالحب الأخوي والوفاق في تحياتي أقدم الآن لقداستكم عهد حبي الحقيقي من خلال القس لونجينوس والشماس أندراوس، ولأكمل ما هو حق فإنني أرسل تحياتي لكل الرعاة والكهنة القديسين والرهبان الأطهار والشعب المؤمن التابع لقداستكم. وفضلا عن ذلك نحن نتوسل إلى قداستكم أن تصلي دائما معنا حتى نظهر أنفسنا مدبرين حكماء في كل الأمور، وحتى نوجد مثل سليمان وبولس وبطرس وباقي الرسل في الكرازة بالحق لأبناء الكنيسة، ولكن في كل شيء بخصوص ما أرسلتم إلينا فسوف نقدم أقصى ما في طاقتنا المساعدة الملائمة للكنائس الأخرى وخاصة لتلك الأمور في المدينة المحبة للمسيح والتي تسير تحت تصرف الإمبراطور المحب للمسيح الذي نهض وبذل نفسه لكي يجلب السلام للكنيسة ووفاق الكهنة ووحدة الشعب التي رغبها كثيرا. أنا والإخوة الذين معي نرسل فائق احترامنا لقداستكم وللإخوة الذين معكم. رسالة جميلة الحقيقة، يعني فيها معاني حلوة واتضاع جميل، وفيها حرم طبعا صريح للهراطقة.
البابا بطرس رد عليه برسالة، نقولها ولا بلاش؟ نعم، حلوة الرسائل الروحية ديت. يعني لو في، خلي بالكم في حاجات ضمنية بنلاقيها بقى، هقولها لكم دلوقتي بنلاقيها في السكة. البابا بطرس رد عليه برسالة بيقول له: إلى أخي الورع والمحب للإله والشريك في الخدمة سيدي في رافيتاس، من بطرس الذي يرسل تحياته في الرب نتيجة اختياركم للأصوفية، حان الوقت لنا لأن نقول لتفرح السماوات عليا ولتتهلل الأرض ولتتحدث عن فرحها طبقا لكلمات النبوة، لأن أيضا ربنا يسوع المسيح الذي هو ابن الله الآب المولود والوحيد أو المولود الوحيد لم يخلصنا بأشياء قابلة للفساد مثل الفضة والذهب، بل بالأحرى بذل حياته لأجلنا كحمل بلا عيب، وقدم ذبيحة ذو رائحة حسنة لله أبيه، أعطى جسده الخاص كبديل عن حياة الجنس البشري بأسره. وهنا في جزء عن عقيدة الفداء، هو الذي تكرمه جميع الخليقة ومساوي مع الآب في الجوهر، أو واحد مع الآب في الجوهر. الله الكلمة صار جسدا، ومع ذلك لم يطرأ عليه أي تحول أو تغيير، بل بقي هو نفسه عندما صار ابن الإنسان، كان حقا حياة العالم، كلمة أبيه ومن نفس الطبيعة الإلهية. تعال إذن كما بلسان واحد وإيمان واحد أيها العقل المحب للمسيح لنعطيه الشكر، ولنقل مع المطوب باروخ. باروخ ده من الأسفار الإيه؟ يبقى هنا بناخد شرعية وقانونية الأسفار دهيت، إن الآباء استشهدوا بيه. هنقل، يعني هختزل شوية بعد إذنكم، لأنه لم يكن في الواقع واحد هو ابن الله الكائن قبل الأزمنة والدهور والذي به خلقت كل الأشياء، وآخر هو الذي في ملء الزمان ولد في الجسد من والدة الإله طبقا لمفهوم نسطور، يعني واحد واحد يعني. ولكن بالأحرى هو نفسه الذي أخذ بذرة إبراهيم طبقا لكلمات المطوب بولس، وهو أيضا صار شريكا في لحمنا والدم، وشبهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدها. لأننا لنقول إن جسد ربنا يسوع المسيح كان من السماء، كما يقول أطاخي في حمقته المهووسة، ولا نقول أنه صار جسدا فقط في الشبه أو الخيال، بل على العكس نحن نحرم مثل هؤلاء المعلمين، ولكننا نعترف بأن ربنا يسوع المسيح هو الابن المولود الوحيد للآب، ونحن نعرف أن الذي هو الله كلمة الآب صار جسدا لأجل فدائنا، وعلى طبيعته الإلهية أخذ شبه العبد بحسب التدبير. هذا هو إيمان كنيسة الإسكندرية التي نتزين به جميعا كلانا، والأساقفة الخائفين الله والإكليروس والرهبان وكل شعب الله والمختارين في الكنيسة وجماهير الشعب العظيمة، بما أننا طائعين للرسول القائل: إن كان أحد يبشركم بغير ما قابلتم فليكن أناسيما. ولكن إن سبب كل تلك البركات يا عزيز الغالي والمقبول لنا هو انتخاب قداستكم، وأيضا الإرادة الصالحة التي للإمبراطور المؤمن والمحب للمسيح زينون الذي وافق على اختياركم، وهو أيضا من أجل مصلحة وحدة الشعب
وحتى نؤسس على القدرة والحق بواسطة ما كتبه بأمانة في مرسوم الوحدة. قد قام بحرم كل الأفكار الطائشة وكلمات مجمع خلق دنيا وطوموس لاون. شوف التصريحات بقى السريعة. ونحن نوافق على نفس مرسوم الوحدة، ونحن نبشر به بكلمة الفم وبالكتابة إلى الشعوب المؤمنة، كما فعل الدائم الذكر والأخ القديس والشريك في الخدمة أكاكيوس الذي كان صامدا ومعلما بالكلية وبكل معنى الكلمة عندما شهد لنا الإسكندريون عن إيمانه الحقيقي، كما أن قداستكم مقتنع أيضا بأنه من الصالح للإمبراطور المحب للمسيح ليس أن يقمع الأعداء فقط، ولا أن يضع الجنس البربري بأسره عند موطئ قدميه، بل أن يفضح فخاخ تلك الأعداء الذهنية، وأن يجعل الإيمان الحقيقي يشرق بنوره على الشعب المؤمن. لأن قداستكم بزغتم وأزهرتم كشجرة سلام، وهذا هو عطية الإمبراطور المؤمن لنا بإرادة الله الذي اختارك أولا كما قلنا بالفعل. ولهذا نحن مبتهجون بذلك بأن كاهنا صالح مثل هذا يرفع ويظهر لأجل الشعوب المؤمنة ليحرسه الرب وليزينه بالإكليل السمائي بيديه الساخية كما نرجو ونصلي، ليسر في طريق الحق كله على أثر خطى الآباء القديسين، كاهن مؤمن اخترته رحمة مخلصنا يسوع الذي له المجد الدائم مع الآب والروح القدس. ولكننا قد رحبنا بمودة حاملي خطاب حبركم القس لونجينوس وأندراوس الشماس، والآن يعودان بسلام إلى قداستكم. رسالة جميلة، روحية، لاهوتية، كتابية، يعني غنية الحقيقة. نعم؟ طبعا. طبعا الرسالة ديت البابا بطرس بعتها لمين؟ اللي مات، كان مات وجي واحد بداله له فكر نسطوري. الرسول اللي هم حاملين الرسالة ورايحين راحوا ملقوش مين؟ الأولاني، فلقوا اللي هو اسمه إفيميوس، كان جلس بدل، فهو اللي استلم الرسالة. وكان مين هناك ساعتها برضو؟ مجموعة اللي هم كانوا رايش وكان لسه ما رجعوش. عندما استلم إفيميوس الخطاب كان ساخطا وغاضبا جدا من لونجينوس القس وأندراوس الشماس والإكليروس الذين نقلوا هذا الخطاب. ليه؟ لأن في حرم صريح ضد نسطور وخلق دنيا، وقد أقام اتهاما ضدهم. لكنهم تجاهلوا اتهامه بإظهار غيرة شعب الإسكندرية مع العشرة مع شعب مصر، خدوا من من غيرتهم وتمسكهم. يقول لك انهم تجاهلوا اتهامهم بإظهار غيرة شعب الإسكندرية، وقطع إفيميوس نفسه من الشركة مع بطرس. مش كده وبس، ولقد سعى لحرمان
البابا بطرس عازما لأجل هذا الغرض لعقد مجمعه الخاص، قرر كده هيجمع المجمع بتاعه هناك ويحرم مين؟ البابا بطرس. مين لحقه؟ أسقف قيصرية. يقول لكن أرخيلاوس أسقف قيصرية وهو خطيب قدير، راجل محنك وعالم قدير، منعه قائلا: انت ايه اللي بتعمله ده؟ انه من غير المعقول بالنسبة لأسقف الإسكندرية ان يصير متهما وان يطرد عن طريق مجمع مكاني فقط. المجمع العام يعني المسكوني فقط هو الذي يستطيع فعل هذا. انت بتعمل ايه؟ ده يعمل زي مين؟ زي بتاع روما اللي عمل مجمع وحرم فيه أكاكس. فقال له المجمع العام فقط هو الذي يستطيع فعل هذا. ولكن عندما سمع بطرس هو أيضا في المقابل، الكلام ده وصل لمين؟ للبابا بطرس. الله هو طلع نسطوري فنطق بتهديدات ضد إفيميوس كما فعل المطوب كيرلس بإرسال نسطور إلى الواحات. يعني قال ده يعني لابد يحكم ما يحاكم زي إيه؟ ما حصل مع نسطور، كي بنفس الطريقة يطرد إفيميوس من كرسيه. ولكن إلى هنا كان انتهت حياة وجهاد البابا بطرس وفارق الحياة في الفترة دهيت. اللي حصل بقى الخطاب بتاعه اللي بعته اتقرى هناك. مين اللي سمعه وقراه؟ كان الوفد المنشق عنده اللي رايحين يشتكوه، وشافوا قوة التعبير والإيمان ومدى تمسك البابا بطرس. فبيقول ايه زكريا الفصيح؟ ولكن رأى الكثيرون في القسطنطينية خطابه. خطاب مين؟ الذي برهن أنه مؤمن ويوحنا ويوليان السكندريان وسائر رفاقائهم المنشقون الذين تصادف وجودهم هناك عندما رأوا خطابه إلى فرافيتاس غيروا رأيهم واستعدوا للعودة إلى الإسكندرية والانضمام في الشركة مع البابا بطرس. ولكن بينما هم عائدون تنيح البابا بطرس، ما لحقوش. وده بيورينا أحيانا إن في ناس تاخد مواقف بغشاوة وقساوة، لكن يفوقوا امتى؟ متأخر. بدل ما يكونوا كانوا عون للبابا بطرس، كان في وسط ما هو بيحارب في جهات كتيرة كانوا عبء هم نفسهم عليه ومشاكل عليه. يقول من نعم الله في كتاب اللي هو بتاع إريس الحياة، قالت من نعم الله تعالى على الشعب المصري أن أتاح له فرصة هذا السلام بعد كل ما قاس من ضيق وعذاب، فاطمأن قلبه وتمكن من أن يسعد برعاية باباه الشرعي له رعاية مباشرة واسعة المدى.
لأن البابا بطرس الثالث قضى أيام بابويته في تثبيت شعبه. يدوب في الأول قعد شوية متخفي، لكن فضل في مصر في تثبيت شعبه وتعزية القلوب الكثيرة بالسين المكسورة يعني، التي أصابها الحزن من بطش الحكام، وتجديد العزائم لمواجهة ما قد يصادفها من آلام في المستقبل. فانقضت بقية أيامه في العمل المتواصل في هدوء واستقرار، مسبحا الآب السماوي الذي هدأ العاصفة وأحل محلها السلام، وظل يدير دفة الكنيسة مدى 8 سنين و3 أشهر. انتقل بعدها إلى أورشليم. برضو تقول: واستمر السلام ناشرا ألويته، إذ أقر الإمبراطور حق المصريين في استقلالهم الكنسي حسب وعده إياهم. فلما تنيح البابا بطرس الثالث لم تعترض السلطات المدنية أمر الانتخاب، ولم تفرض دخيلا على السدة المرقسية، بل تركت للمصريين الفرصة ليزاولوا حقهم الشرعي، وبالتالي لم تتدخل حين اجتمعوا ليتداولوا معا وينتخبوا من يرونه صالحا لرعايتهم. وبذلك تمكن الشعب من أن يجتمع للتشاور مع أكليروسه في من يجلس على السدة المرقسية الشاغرة. ومن مراحم الله على كنيسته أن اتفقت كلمة الجميع على انتخاب أثناسيوس كاهن الكنيسة المرقسية والمشرف على كنائس الإسكندرية، لأنه كان من جماهير الروحيين المبرزين أو البارزين حتى، لقد كانت قدسية حياته مضربا للأمثال، فكان هيكلا مقرسا للروح القدس حقا، وتمت رسامته فأصبح الخليفة 28. في حتة هقولها لكم لكن مش هتشوفوها لأن للأسف ما اتكتبتش أو يعني اتشالت بالخطأ. البابا أثناسيوس أما اترسم، دول رجعوا بقى اللي هم رجعوا المنشقين علشان متحمسين ان يدخلوا في الشركة مع مين؟ مع البابا بطرس. لقوه رحل الى السماء. البابا أثناسيوس اللي جه كان يقدر البابا بطرس وعالما بجهاده. دول لما جم حب يعمل اختبار يشوف تغيرهم، يعني لأن رجعوا ندمانين، بس هو مش عارف يعني ندمهم ده بحق ولا لأ. ففي الاحتفال برسامته وفي العظة اللي قالها تعمد انه يغفل اسم البابا بطرس، فذكر اسماء البابا كيرلس والبابا ديوسكوروس والبابا تيموساوس، وما قالش البابا ايه. ففوجئ بهياج عنيف منهم: ازاي ما تقولش البابا ايه بطرس؟ يعني اللي هم كانوا ايه اللي كانوا ضده وتعبوه يعني في حياته. فقالوا هو مبسوط ومطمئن فعلا لان هو كان عاملها بايه، بقصد يعني.
وأعتقد سنقف عند هذا الحد. نشوف الأسئلة.